بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله، هذا الحفل ديال الموسم 2016-2017. الإنجازات بالنسبة لنا عادية محليا، ولكن كانت واحد اللمسة إضافية كيف العادة على الصعيد ديال العصبة، يعني إنجازات وطنية الحمد لله، والفضل كيرجع للمكتب المسير اللي كيسهر على التنظيم ديال السباقات على الصعيد ديال المدينة تحت لواء جمعية أمل تيفلت وجمعية فرح تيفلت. والحمد لله الأمور كلها دازت على خير وبخير، وتمكنوا العديد من الإخوان من تحقيق إنجازات مهمة، من بينها الرتبة الأولى على الصعيد الوطني في مسابقة إتباها، ورتبتين مهمتين على صعيد سباق الطويل الممتاز سمارة، وثلاث شواهد على في سباق العيون. والحمد لله مدينة تيفلت كتميز في سباقات ديال الطويل والطويل الممتاز كل سنة، وهذا شرف المدينة وشرف الجميع الهواة ديال المنطقة. وشكرا لكم على الزيارة، وشكرا مرة أخرى لجميع الإخوان اللي تحملوا عناء ديال السفر وشرفونا في هذا الحفل البهيج، وشكرا لكم أيضا.